يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ورد قول أنس بن مالك رضي الله عنه بعد أن ذكر حديثا في الأمر بتسوية الصفوف عند البخاري، قال: وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه. وترجم البخاري على ذلك بقوله: باب إلزاق المنكب والقدم بالقدم في الصف. إلزاق يعني التقارب، الإلزاق معناه التقارب، ما هو معناه أنك تفعل مثل ما يفعل بعض الإخوان الآن من الفحج، يفحج رجليه ويضايق هذا وهذا، لا، معناه التقارب بحيث يلامس كتف كتف، ما قال رجله برجل، الكتف كتف بالكتف، يعني تلامس، ما يكون بينهما فرجة. نعم.